سلمى، رح نبقى بالناحية الجمالية يلي كل الصبايا يمكن بيحبوا يكونوا بصورة مثالية وبعيون حلوة مثل ما بنقول. صحيح فرح. قد ايه الرموش يمكن بتغير أوقات من شكل العين، بتعطي أو بتظهر جمال العين بشكل أكبر، خاصة إذا كانت الرموش كثيفة وبتلائم ومحطوطة مثل ما بنقول بطريقة صح؟ أكيد فرح. بيقولوا إنه أهم خطوة بالمكياج هي المسكرة أو خطوة المسكرة، وفي صبايا كتير بيعتمدوا بمكياجهم لما بيطلعوا على مسكرة، بس إذا كانت المسكرة مظبوطة معناته شكل العين تمام وخلص راضين عنه. أكيد سلمى، اليوم في الإكستنشن للرموش اللي هو يمكن حل كتير من الصبايا، بغض النظر حتى عن الإكستنشن الدائم سلمى اللي بيتم تجديده كل فترة. صحيح. رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بين السلبيات والإيجابيات، شو التقنيات الحديثة باستخدام الإكستنشن. أكيد رح نحكي عن هذا الموضوع مع السيدة نور الهدى رمضان. صباح الخير. أهلا، يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الرموش الحلوين. هلا صرنا نشوف كثير صبايا بصراحه، وبالفتره الاخيره كان سابقا معروف اذا بدها تعمل تكثيف رموش يا بدها تحط رموش صناعيه طبعاً. يا رمش رمش هيك يعني. مزبوط. هذا اللي كان الدارج. هلا صرنا لا، رموش هلأ دائمه يعني شبه دائمه. خلينا نحكي عن هي الانواع، ايمت دخلت وشو يعني موجود حاليا او المتوفر حاليا عندنا. تمام. أول شيء الإكستنشن رموش صار له قريبا 5 سنين تقريبا دارج، بالأونة الأخيرة طلع كتير، صارت الكل يعني كل الصبايا والستات يستغنوا عن المسكرة ليقدروا ياخذوا جاذب طبيعي، يبعدوا السواد تحت العين كتير، يخففوا منه أكثر شيء بالأخص بالصيف والشوب مسابح وبحر تروح الدنيا وكل الأساس. لذلك صار في عنا إكستنشن رموش، وهو عبارة عن وصلات شعر طبيعية، من ما في لمعة أبدا، غير الرموش الصناعية تماما. هو شعر طبيعي، في له انواع وفي له كثافات، هلا بنحكي عنهم كمان. خلينا نبلش دغري نحكي بانواع الاكستنشن. انواع الاكستنشن بالاول نحكي قديش مهم كمان مثل ما بنقول نختار الايد الخبيره مثل ما كنا عم نحكي قبل. طبعا اكيد، لانه اكيد لها سلبيات كثير كبيره. طبعا في حال كانت خاطئه او نوعيه سيئه. تمام. هلا اول شيء بنصح كل السيدات يروحوا على اخصائي اكستنشن، بالاخص يعني مختص لاشز، لحتى يقدر هل عندهم هن حساسيه من اي مواد، في رموشهم بجوز ما تتحمل ماده الاكستنشن، تعطي بطريقه جماليه اكثر، ما يكون شيء هيك اوفر كثير بالعين ومبين بطريقه غلط. انواع الرموش كثيره، فيكي تاخدي وكاميرتك مقابلك بس كل عين بتختاري. تمام. وانت قاعده بس ليبيه على الكاميرا، عليك الكاميرا هاي. تمام، مثل ما انت قاعده بس مشان تقدر تاخذ الكاميرا. تمام. في عنا كثير. اول شيء نحكي على الاشكال، عنا سي، عنا دي، عنا البي، عنا ال دي، عنا ال ان، على ال ام، في عنا كمان البي، وفي عنا الدي. هلا هن مو مبينين كثير، اذا بتفتحيهم مشان افتح وحده يبين. ايه، لانه هيك مبين بس شيء اسود، مو مبين تفاصيل. نور، شو الفرق بين كل وحده؟ اكيد هلا في كثير، الفرق بيرجع لطبيعه العين. تمام. اول شيء نحن عندنا عين مبطنه، عين مسحوبه، عين صغيره، عين كبيره، فعلى هالاساس نحن بدنا نختار الانواع، بدنا نختار بدي اختار انا لشكل الزبونه يكون لابق العينه، انه انا ما بجي والله زبونه عينها صغيره كثير بجي بحط لها دي او بعمل لها اوفر، او حتى الطول، يعني نحن عندنا من 7 ل 15 او لطول 16، على هالاساس انا بدي اختار. حتى كمان مو بس بيختار لانه شكل العين او شكل الرمش او هلا بدي احكي على كثافه الرموش، هي طلب كل الصبايا. تمام. ايه اكيد. هلا نحن عندنا 4 اشكال بالاكستنشن فيني انا اعملهم، عندنا الميج فوليوم، الفوليوم، عندنا الهايبرد، وعندنا الكلاسيك. هدول كل وحده منهم لهم كثافه معينه ليطلع انا شكل العين عندي صح. يعني انا بالميك فوليوم بيستخدم 0.05، فهي كل ما نزلت الكثافات كل ما نزل الرقم، كل ما كان انا عندي كثافه اكثر. يعني هلا فيني شوف لك هي كمان عندي 0.12، عندي 0.15 و0.20، هدول بيستخدمون للكلاسيك. فينا نشوف هي قلبتهم دي دي،
بقدر انا استخدمها بالكلاسيك، بقدر استخدمها بالهايبرد. تمام. فكل شيء، وعندي 3D كمان، عندنا 4D على حسب يعني بيوصل عنا لل 6D مثلا. انا عندي بقدر اعمل فوليوم للصبيه، هذا بيجي كثير ناعم 4D. الجلسه الاولى نور اذا بدنا نحكي عنها قد ايه ممكن تاخذ وقت؟ ممكن يكون في تعليمات معينة قبل ما نبلش بجلسة الاكستنشن قبل؟ أكيد. وتعليمات بعد؟ وشو هي؟ تمام. أول الجلسة حسب، أول شيء بناخذ شكل الزبونة، قياسات بين العين والحاجب لنعطي الشكل الصحيح للعين. بعدين بننظف العين بشكل كتير 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 منيح، من المكياج من المسكرة، لأنه هي المسكرة تقريبا فينا نعتبرها ضد الاكستنشن، يعني ما بيمشي حالها مع الاكستنشن لأنه رح تخربه ورح تنزعه مع الوقت. فنحن عم نستخدم بديل المسكرة اللي هو الاكستنشن لنعوض عنها. النصايح، أول شيء عنا عدم فرك العين، 24 ساعة ممنوع المي بعد انتهاء الجلسة، المي السخنة ما لازم زيادة تقرب، المي العادية والحمام ايه عادي، بس انه البخار لا كتير بيأذيهم، أهم شيء الفرشاية والتمشيط. بشكل دائم البخار بيأذي؟ بيأذيهم، لا بيأذيهم فعليا بيأذيهم، لانه الماده اللي فيه يعني الماده الجلو اللي نحن بنستخدمه هو مواد عضويه، فهو مع البخار وهيك بصير يمط، بصير بيعطي شيء مطاطي، لذلك البخار ما يعني ما بيشتغل مع الاكستنشن. اللي كان بدي اسالك عنه، يعني دائما اكثر شيء متهم فيه عمليه تركيب الرموش او وصلات الرموش الثابته، اللي هي انه الماده ممكن تكون مؤذيه وانه هي بتاثر على الرموش الطبيعيه. وفي كثير بنات بيقول انا كان عندي شويه رموش حبيت اعمل لهم كثافه، بعد ما شلت ما عاد بقى عندي رموش ابدا. ايه تمام. هو هون بيلجأوا لمكان غير مختص بهالقصه، وما بيعرف كميه الجلو لازم تنحط. فنحن اول ما بتبدا بعد ما منهيئ العين تماما ومننظفها، ومن طبعا نحن بنلزق الجفن السفلي تحت لما يصير في تلاصق بين الاثنين، منهيئهم تماما، بعدين منحدد الاطوال اللي نحن بدنا نحطها. على هذا الاساس بنحط نقطه جلو كل 20 دقيقه، نقطه صغيره. فهي على هالاساس يعني النقطه لازم نفوت الشعره فيها ونطلعها، وما يكون في يعني ما يكون في شيء من لاصق. فطريقه التركيب الصح اما تحت الرمش او فوق الرمش او على جنب الرمش، فهي طريقه انه سد مسام ال ولما بدنا نشيلهم ما بيشيلوا، لما بدنا نشيلهم في عندنا ماده خاصه ريموفر، هو كمان مكون من مواد عضويه امن للعيون الحساسه. فينا كمان يعني اذا اضطرت زبونه تقيم الرموش او حبه تقيمهم، لانه كمان الاكستنشن نحن بنستخدمه لطرق علاجيه، فنحن وقت بنحصل على الرمش الكامل او الكثافه للرموش الكامله بتضطر الزبونه انه هي تقيمهم، بنعمل جلسه ازاله مدتها 10 دقائق، بنحط الريموفر على هالاساس بتضل مغمضه الرموش يعني الزبونه، بنسحب الرموش كلياتهم وبتكون هيك يعني الرموش الاساسيه نحن محافظين عليها. فهي طريقه الشد والنتف كثير غلط. نور كل قد ايه الصبيه لازم تروح يمكن تجدد الجلسه لحتى تضل تعطي يمكن النظره الحلوه لحتى دائما تحافظ على نوعيه الرموش؟ تمام. هلا فينا كل من 15 ل 20 يوم فيها الزبونه تعمل جلسه رتوش بنسميها، او فيها من 20 ل 15 يوم، من 20 ل 25 يوم اذا ما كانت الرموش من نوع الدهنيه او بتزيت، فنحن كمان بيرجع لطبيعه الشعره الاساسيه بالعين، الصبيه بتحتاج لجلسه الرتوش. كمان في شيء عم نسمع عنه هلا حاليا اللي هو قلب الرموش. تماما. يعني مو انه ما نركب شيء، لا نقلب الرموش الطبيعيات. تماما. ونحكي عن هي الآلية، إلى آثار جانبية، شو طريقتها، لقديش بتضل؟ تماما. هلا قلب الرموش او بتقنيه اللاش ليفتنج هي عباره عن اربع مواد بنستخدمهم، بنصح فيهم للسيدات او الصبايا اللي رموشهم اكساف كثير او هن طوال، ما بحاجه هن ليعملوا اكستنشن رموش، بحاجه ليعملوا قلب رموش. فهي مواد قلب رموش، كان هي عينه بسيطه، بنستخدم اربع مواد.
كل مادة كل مادة بنحطها ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة. الجلسة بتحتاج ساعة وربع بتكون خالصة، وبنحصل على قلب رموش طبيعي ما بيحتاج بعده لمسكرة أبدا، الحمام طبيعي ما بيأثر. تمام، ما له سلبيات؟ ما له سلبيات لأنه هو عياره 21 يوم خالص بيخلص، يعني بيفك لحاله بيفك لحاله. طيب نور، المعروف ما بيحتاج رتوش. تمام، المعروف انه اي جسم يمكن او اي ماده هي غريبه على الجسم فإلى شيء سلبي، يمكن هذا المعروف ان كان بوسط الطبي ان كان بوسط العوام انه هذا الشيء الموجود. تمام. اذا بدنا نحكي عن اكستنشن الرموش اللي مثل ما قالت سلمى كمان سمعنا انه في كثير صبايا اشتكوا منه. تمام. شو هي سلبياته؟ خلينا نكون واقعيين. أكيد. شوي يمكن مثل ما قلنا اي جسم دخيل فهو له سلبيات. اكيد. هلا اكستنشن الرموش له سلبيات، يعني عدم مراعاه طريقه العنايه فيه. عفوا. صح، طريقه العنايه فيه وقت اللي ما بيكون في مراعاه، يعني ما بتتبع الزبونه الارشادات، لا راح يتخرب راح ياذي لها رموشها. عفوا. معلش خدي نفس، بدك نسال سؤال لبين ما تاخذي. اسالي اسالي ما بيأثر. في انه عندنا اكثر من طريقه، اهم شيء الحفاظ على تمشيط الرموش، هذا اهم شيء. ووقت اللي يعني دائما يكون في تواصل بين الزبونه والاخصائيه، بحيث اذا كان في اي خلل او اي شيء تقدر تتواصل لما تاذي رموشها وتتعرض يعني لانه لا سمح الله ينقام الرموش من عيونها. أكيد. كمان خلينا نحكي شوي عن بعض النصائح اللي هي بتخص هذا الموضوع، لأنه في كتير صبايا باللا شعور بتقعد إنه بتلعب بعيونها من دون ما تحس. أيه، وفي صبايا بتحب إنه هي ما اكتفت بهذا المظهر، وخصوصا إذا حطت ميك اب فإنه بترجع تحط مسكرة مرة تانية عليهم. تمام. هذا الشيء قديه بيضر؟ في ناس بتقلك لا أنا مثلا حطيت مسكرة جيل ما رح تضر مثل المسكرة اللي هي اللون الأسود. أكيد. هلأ كمان نحن وقت اللي بتطلب الزبونة سواد فاحم للرموش، نحن بنقدر نعمل سواد فاحم بحيث إنه بشكل عام تستغني عن المسكرة. لكن هلأ بالصيف والمناسبات والأفراح والأعراس بتضطر يعني خبيرة التجميل إذا كان المكياج قوي ترجع تحط رموش، فأنا برجع بجلسة الرتوش برجع بنظف العين من أول وجديد لدائما الجزر يضل عم يتنفس وما يسبب أي حساسية أي التهاب أو أي انتفاخ بالجفن، لأنه يعني رح تنقذها يعني لبعدين، لأنه دائما بده يصير عنده حساسية من مادة الجلو تبع الاكستنشن. في مواد خلينا نقول ممكن تشوفيها نور، ممكن تكون مواد طبيعية بتساعد يمكن على المظهر الحلو بدون أي أضرار أو سلبيات، وفي أنواع أخرى ممكن تشوفيها هي صناعية بحتة وممكن تكون رخيصة وتأذي العين. تمام. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، هذا يمكن الصبايا ما ينتبهوا يعرفوا في عرض مثلا عند الخبيرة الفلانية فبيروحوا لعندها وما بينتبهوا. تمام. صح. هو أكثر شيء منوقع يعني بهي المشكلة إنه بتجينا زباين إنه حاطة اكستنشن بس يعني كتير في يعني كثير في غلط، يعني حتى رسم العين الجاذب تبع العين ما نو طالع، بس انه مجرد صف رموش وانه جلو 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 كثير، فهي عم تحكي كثير وما عم تقدر، عم تحس جفنها نازل او انه كثير يعني في شيء غلط بالعين. ف يعني كل المواد الرخيصه مو شيء قدام سلامه العين، هي اهم شغله. في مواد جدا بالسوق يعني متوفره تكون منيحه، ما يستغل له فكرة انه وقت بيكون الاكستنشن انه رخيص. الاكستنشن هو شعر طبيعي ما في لمعة ابدا، فهي فكرة انه انا بركب لك اكستنشن، انا عندي اكستنشن وهو بيكون شعر صناعي في لمعة، بتجي بتقلي انه انا عامل اكستنشن، طب وين الاكستنشن اللي انت عاملتيه؟ فهذا الشيء كتير غلط وكتير ناس بتوقع فيه وما عندهم فكرة عنه يعني. تمام. طيب يعني خلينا قبل ما نختم معك، اذا في نصيحه بتحبي تقوليها لاي حدا من الصبايا او اللي هن اصلا عم يعملوا هي الطريقه، وسؤال هيك على السريع مثل ما بيقولوا، في فتره معينه لازم توقف فيها وتعطي راحه ولا عادي فيها كل فتره ترجع تشيل وتجدد تشيل وتجدد؟ تمام. هلا خلينا نحكي على الشق الثاني من السؤال بعدين النصائح بنتكلم على اخر شيء. الفتره هي بتدوم الاكس
الاكستنشن من 3 شهور ل6 شهور فيها للسنه، يعني اكثر من هيك الريفل لا خلص لازم انت توقفي وبتعملي استراحه. بس نحن خلال هاي المده رح نحصل على رموش، بما انه التركيب صح رح نحصل على رموش بشكل كثير، الرموش الاساسيه للعين بشكل كثير حلو كثير متناسق وكثير كثيف، لانه نحن طريقه التركيب هي بهمنا انه تكون صح. ثاني شق هي النصائح، اهم شيء ما يعني ما يسترخصوا بالمواد، في كثير مواد بالسوق وفي منه المنيح وفي منه وفي الاحسن منه كمان. اهم شيء طرق العنايه اللي بتقولها الاخصائيه تكون هي يعني متبعتها، ودائما تكون على تواصل مع الاخصائيه، هذا اهم شيء لحتى هي تكون رضيانه ونحصل على رضا الزبونه يعني بشكل كامل بجلسة الاكستنشن وبجلسة الروتروش كمان. أكيد بدنا نشكرك كتير نور، شكرا كتير لكم، شكرا كتير، سعد صباحكم، شكرا لك لوجودك معنا.